يتمشى الإنسان عندما يكون متوتراً، وتفعل الكلاب ذلك أيضاً. هل لاحظت تجول كلبك في غرفة الانتظار عند الطبيب البيطري؟ إنها علامة على التوتر، عادة ما يكرر الكلب المسار، وبعد الانتهاء من فحص الكلب يقوم عادة بهز جسده. بهذه الطريقة يتخلص حيوانك الأليف من التوتر. تكون الكلاب أكثر عرضة لتساقط فروها عند الشعور بالقلق. قد يكون من الصعب عليك ملاحظة الفراء الذي يتركه صديقك خلفه في الخارج، ولكن الأمر يصبح أكثر وضوحاً على طاولة الطبيب البيطري. لا شك أن كلبك سيلهث بعد التنزه لمسافات طويلة في يوم حار، ولكن قد يعني لهاته أيضاً العديد من الأشياء الأخرى. فربما يلهث عند وصولك للمنزل لسعادته برؤيتك، وسيلهث أيضاً بعد التمرين حتى لو كانت درجة الحرارة في الخارج معتدلة. ولكن إذا لم تتمكن من معرفة السبب الحقيقي للهاث كلبك، فيحتمل أن يكون الحيوان متوتراً. إن كان هناك شيء ما يخيف كلبك، فقد تجده يجري ويختبئ خلفك، وقد يدفعك دفعة بسيطة أيضاً لمساعدتك على التحرك بسرعة أكبر. يفعل كلبك هذا لشعوره بالقلق ورغبته بالابتعاد عن مصدر انزعاجه بأسرع ما يمكن. هذا أول يوم لك في العمل، وللأسف سيضطر كلبك للبقاء في المنزل، لكنه صغير جدا ولم يسبق له البقاء في المنزل بمفرده من قبل، إلا أن جروك فتن مهذب وعادة ما يكون هادئا. بمجرد مغادرتك المنزل في ذلك اليوم يشعر بتوتر كبير لبقائه بمفرده، إنه غير معتاد على هذا. عدا عن ذلك هناك عمال بناء في الخارج والأصوات المخيفة في كل مكان، لذا يسيء جروك التصرف ويمضغ حذائك. تعمل هذه الطريقة على إلهائه بشكل فعال، لكنها ستكون مفاجأة غير سارة بالنسبة لك عند وصولك إلى المنزل. ومع ذلك لا تغضب عليه، فلم يكن يعلم إن كنت ستعود أم لا. بالمناسبة، لماذا يتجول في الغرفة هكذا؟ قد يحدث هذا أيضا عند وقوع عاصفة رعدية. في هذا الوقت قد ترى ذيل كلبك مطويا وجسده متصلبا، وقد يغير الحيوان من وضعية جسمه ويسير كما لو كان منكمشا. هذه علامة واضحة على عدم شعور كلبك بالراحة، لأنه عادة ما يوزع وزنه على أرجله الأربعة. لنفترض الآن أنك أحضرت أحد أصدقائك إلى المنزل أثناء وجود كلبك، لكن صديقك ليس من محبي الكلاب، ويمكنك الشعور بتوتره من وجود الكلب. إن حيوانك الأليف ذكي بما يكفي لملاحظة ذلك، ولهذا لا تجده مرتاحا جدا في ظل وجود صديقك. يقوم الكلب بالشم في أرجاء المكان ليعتاد على كل الروائح الجديدة ثم يبتعد. لا تجبرهما على التواصل معا، ودع التباعد بينهما يقوم بسحره. لقد قررت الانتقال من منزلك، وسيحصل كلبك على منزل جديد. إنه لأمر ممتع لكنه مرهق للأعصاب، وهذا واضح من الطريقة التي يتثاءب بها كلبك. يتحرك ذيل كلبك بسرعة، لذا تدرك أنه لا يشعر بالنعاس، لكنه يفتح فمه بشكل أوسع مما يفعل عادة، ما يعني أنه يتثاءب لشعوره بالتوتر. قد تلاحظ أيضا سيلان لعاب كلبك ولعقه شفتيه بشكل مبالغ فيه. إجمالا، الكلب كائن صاخب يحب النباح، لكنه يكثر منه عند شعوره بالتوتر، وهذا ما يحدث عند اعتقاده باقتحام أحدهم للمنزل. فترى حينها كلبك يئن قليلا في محاولة منه للفت انتباهك، أو قد تكون محاولة منه لتهدئة نفسه. يعبر أنف الكلب عن شخصيته بشكل كبير. إذا لاحظت أن حدقتي عيني جروك متسعتين قليلا أكثر من المعتاد ويرمش بسرعة كبيرة، فقد يكون ذاك دلالة على شعوره بالتوتر. يمكنك أحيانا ملاحظة هذا الشيء على أنف كلبك كما لو كان في حالة من الذعر. من المهم أيضا إيلاء الاهتمام بالأذنين، فلو كان كلبك متوترا أو خائفا لوجدت أذنيه مرتخيتين خلف رأسه. خرجت برفقة أصدقائك الذين أحضروا كلابهم معهم. يكون كلبك لطيفا وهادئا، لكنه اليوم عدواني بشكل مستغرب. يعني هذا عدم شعور كلبك بالراحة في هذا المكان. إنه لا يكف عن النباح وإبراز أسنانه. يمكن أن تتصرف الكلاب بهذه الطريقة عند شعورها بالتوتر في ظل وجود أشخاص جدد وحيوانات أخرى. ولمساعدة كلبك على الشعور بالهدوء، عليك إبعاده عن مصدر التوتر. اذهب برفقته إلى مكان هادئ حيث لا أحد هناك سواكما، ولكن لا تتسرع في مداعبة كلبك وتقديم الطعام له. اجعل جروك يطيع أوامرك واطلب منه الاستلقاء أو أن يعطيك يده.
وبعد أن يفعل كل ما تطلبه منه قدم له الطعام أو داعب رأسه، سيهدئ هذا كلبك ويمنحه الشعور بالراحة. ولكن إذا كان كلبك في حالة توتر دائمة فربما من الأفضل استشارة الطبيب للتأكد من حالته الصحية. يمكنك أيضا التمشية وممارسة الرياضة مع حيوانك الأليف أكثر من المعتاد. تعتبر لعبة جلب الأشياء طريقة رائعة للاسترخاء، ويمكنك أيضا أن تجرب لعبة صحن الطائر، حتى أن بإمكانك دعوة أصدقائك الذين يشعرون كلبك بالراحة أثناء وجودهم. كما أن هناك يوغا خاصة بالكلاب تسمى الدوغا، هي له من اسم ذكي. اجلس بتشبيك ساقيك ودع الكلب يضع مخلبيه على كتفيك. من الضروري إسناد الكلب أثناء القيام بذلك ومداعبته بلطف. أمسك مخلبيه برفق وقم بمدهما لأعلى أثناء وقوف كلبك على ساقيه الخلفيتين. الشرط الرئيسي هنا هو قيام كل منكما بوضعية اليوغا، ثم بدل وضعيته برفع ساقيه الخلفيتين وجعله يقف على ساقيه الأماميتين. صحيح إنها وضعية الكلب منبطح الرأس، تأكد دائما من شعور كلبك بالراحة. إذا بدأ كلبك باللعب بدلا من ممارسة اليوغا فلا بأس بذلك أيضا، دعه يتدحرج ودلك بطنه قليلا، وأثناء القيام بذلك يمكنك مد أرجل كلبك برفق. لا تنسى أيضا تدليك رأسه وجسمه، وفورا ستصبح الدوغا النشاط المفضل لكلبك. إن كنت تستمتع بأداء تمارين الضغط دع كلبك يتسلق ظهرك، هكذا ستداعبه وتتمرن في آن واحد. في هذه الحالة لن يشعر كلبك بأنك قد غفلت عنه وسيقل شعوره بالتوتر. لكن تجنب القيام بذلك إن كان حجم كلبك كبيرا فعلا، وإلا ستلحق الضرر بظهرك. هل هناك بحيرة قريبة من منزلك؟ اخرج للسباحة وسيكون كلبك أول من يقفز في الماء. تعتبر السباحة من التمارين الجيدة التي لا ترهق أقدام الحيوان كما يفعل الجري. يساعد التدريب المستمر كلبك على التواصل، ففي بعض الأحيان قد تجد كلبك متوترا لعدم معرفته بما يدور حوله. سيجعله الاستقرار يثق بك أكثر ولن يشعر بالقلق. تجنب إحضار صديقك معك إن كنت تعلم فعلا بأنه قد يتوتر في المكان الذي ستذهب إليه. فإذا كنت ستذهب إلى الحديقة مثلا، أحد الأماكن المفضلة لديه، لكن يوجد احتفال في الحديقة وأنت تعلم جيدا بأن كلبك يتوتر من الضوضاء، سيكون من الأفضل أن تبقيه في المنزل. اترك لكلبك بعض الألعاب ليلعب بها واحرص على مداعبته وإخباره بأنك ستعود في غضون ساعتين. لن يعرف الحيوان ما تعنيه كلماتك، لكنه سيستمتع بالمداعبة والنبرة المريحة لصوتك. يمكنك إنشاء مساحة آمنة لكلبك في المنزل، حينها سيعرف إلى أين يتجه عند شعوره بالقلق. قد يكون هذا الملجأ أي شيء كسرير إضافي للكلب في زاوية خاصة من غرفة نومك. للعناق أيضا أثر بالغ الأهمية. في نهاية يوم مرهق وبعد مقابلة العديد من الأشخاص والأصدقاء الجدد، اصطحب كلبك إلى الأريكة وأجلسه في حضنك. يمكنك أيضا تدليك جسم كلبك كوسيلة أخرى للتخلص من التوتر لك وللكلب معا. يؤدي الشعور بالقلق إلى شد العضلات، ويساعد التدليك حيوانك الأليف على الشعور بالاسترخاء. ابدأ بتدليك عنقه ثم انتقل لأسفل بحركات طويلة. أبقي دائما إحدى يديك على كلبك كي يشعر بوجودك، وواصل التدليك باليد الأخرى. ومع مرور الوقت ستكتشف المناطق التي تحتاج للتركيز عليها أكثر من غيرها. يعد الطعام الصحي من الحلول الأخرى. ستؤدي التغذية عالية الجودة إلى حياة أكثر سعادة، ما يعني توترا أقل. إذا كنت تقود سيارتك في مكان ما مع كلبك لكنه لا يحب السيارات، فسيشعر كلبك بالتوتر فورا. لكن طريقة رائعة لتخفيف هذا التوتر، وهي تشغيل الموسيقى الهادئة ليستجيب معها كلبك. سيؤدي هذا أيضا إلى حجب الأصوات المخيفة القادمة من خارج السيارة. أظهرت الدراسات الفائدة الكبيرة للموسيقى الكلاسيكية مع القيثارة بهذا الشأن.